مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في الحلقة السابعة من قصة حب خلف خط النار. لمن لم يشاهد الحلقات السابقة يضغط على الرابط في الأعلى لمشاهدة القصة من بدايتها، وأتمنى أن تدعمونا بنشرها مع أصدقائكم وشكرا. أما حفيظة كانت وفية للأماكن والذكريات، كعادتها في كل يوم تأتي للشركة تبحث عنه دون أن ينقطع عنها الأمل، وعندما يتم طردها تجلس في باب الشركة تنتظره لعله يظهر من العدم دون ملل أو كلل. أصبحت هذه عادتها في كل يوم، تبحث عنه وتنتظره وتسبب المشاكل للشركة، حتى نفد صبر المدير العام من إزعاجها واتصل بالشرطة مقدما دعوى في حقها. أخذتها الشرطة وحققت معها طويلا، بعد ذلك حولها إلى مستشفى الأمراض النفسية بمدينة نابولي لتلقي العلاج. اختفى ذلك الجمال فجأة خلف غيمات الحزن والمرض، وانطفأت فيها رغبة الحياة مهما حاول الأطباء معها، إلا أنها امتنعت عن الأكل والشرب وحتى عن أخذ الأدوية، لم تكن تأخذها إلا مرغمة. حاول الدكتور ديان أن يحدثها مرارا وتكرارا، لكنها لا تردد غير اسم واحد: حكيم، لقد اشتقت إليك، ولا تكف عن هذا الكلام إلا عندما تستسلم للنوم بسبب الإرهاق والأدوية. باءت كل المحاولات الطبية بالفشل، وبدأ جسدها في الانهيار، ولم تعد قادرة على مواصلة الحياة. لم تكن العلة جسدية، بل كانت روحها مريضة، لذلك استعصى الأمر على الأدوية، وكان دواؤها شيء مختلف، دواء روح يقتل فيها الشوق والحنين وتجتمع روحيهما من جديد. كانت تحتاج إلى حبيبها وقرة عينها حكيم، وهذا ما أدركه الدكتور ديان. اتصل بحكيم وأخبره عن الأمر بعد أن عرف بنفسه: إن حفيظة مريضة جدا، وإنها بحاجة إليك أكثر من أي وقت مضى. في الوهلة الأولى رفض حكيم الأمر، لكنه تراجع عن قراره بعد أن فكر مليا ولم يستطع الامتناع. لم تكن من شيمه رفض مساعدة أي شخص طلب منه المساعدة، وافق على رؤيتها من فوره. نسيت أن أخبرك عزيزي المستمع أن الشرطة لما أخذتها إلى المستشفى وضعت رقم هاتف حكيم في ملفها، لأنه الوحيد الذي يعرفها. دخل إلى المستشفى وبداخله الإحساس بالشوق والحنين، كلما اقترب نحو غرفتها ارتفعت دقات قلبه، وهو ينظر يمينا ويسارا إلى غرف المرضى. كان يسمع ضحكات هستيرية تقشعر لها الأبدان تنطلق من خلف الغرف المغلقة، كانت تشعره بالخوف وفي نفس الوقت بالفضول، وكان أحيانا يسترق النظر إلى غرفة من الغرف المفتوحة، حتى وقعت عينه على تلك المرأة المريضة الغامضة وهي تقاوم الممرضين لكي لا تأخذ الدواء. هدأت فجأة عندما التقت عيناها مع عينيه، ابتسمت له بابتسامة حاقدة وفي غاية الشر، ورمقته بنظرة حادة ومفزعة من وراء شعرها المتساقط على وجهها، وارتجف لبشاعة المنظر وسرح يفكر في سر تلك النظرات، حتى قاطعه الطبيب عندما وصل إلى غرفة حفيظة. قال له: تفضل، وهو يفتح له باب غرفتها، وبدت له من بعيد بوجهها الشاحب والمريض. تغيرت ملامح وجهه كأنه لأول مرة يراها، واشتعل فؤاده حبا وهياما، لكن وفي نفس الوقت كان قلبه يتمزق حزنا على حالها. كانت جالسة ومتسمرة في زاوية الغرفة
تهز رأسها من التوتر وتنظر نحو الأرض وتردد كلاما لم يفهم منه غير اسمه، لأن كلامها كان مختلطا مع بكاء هستيري. كانت لا تكلم أحدا، وكانت تخاف من كل من يقترب منها، حتى الدكتور لا يقترب منها إلا وهي مكرهة. شعر بالذنب الشديد واقترب منها ببطء وبحذر شديد، وناداها بصوت خافت: حفيظة، حفيظة. نظرت إليه بتناهم، وعلت وجهها مسحة من السعادة مع ابتسامة خافتة، وتوجهت نحوه ببطء شديد، تسمر في مكانه مندهشا من ردة فعلها، حتى اقتربت منه وتحسسته بيديها تلامس وجهه كأنها تريد التأكد من حقيقته. إنه ليس شبحا وليس مجرد خيال. بعد ذلك عانقته بشدة، دمعت عيناه وهو يرفع يديه لعناقها بصعوبة ويكلمها بنبرة متقطعة: هل عرفتني؟ لكنها لم تجبه، كأنها لا تفهم كلامه. تعجب ضيان لفعلها واستجابتها مع حكيم، لذلك طلب منه أن يكرر زيارته لها. قال: يجب عليك زيارتها في كل يوم لمساعدتها على الشفاء. انسحب حكيم بهدوء من المستشفى، وعادت حفيظة إلى حالتها السابقة، بكاء مختلط بكلام غير مفهوم. هكذا أصبح حال حكيم يزورها في كل يوم، وكانت حالتها تتحسن يوما بعد يوم، إلى أن حل ذلك اليوم السعيد. تقدم حكيم نحو غرفتها، وتلك المشاهد والأصوات تتكرر بشكل رتيب، كأنها لقطة من فيلم مخيف، لكنه اعتاد عليها. وصل إلى حفيظة، نظر لها من خلف باب غرفتها الحديدي وهو يقول لنفسه: إنها ليست مثله، إنها جميلة ورائحة رغم المرض. اقترب منها يتأملها ويداعب شعرها بأنامله الرقيقة. كانت نائمة، لكن سرعان ما فتحت عينيها ببطء شديد، وعند رؤيته ابتسمت له وأشرق وجهها وعاد إليها جمالها. قالت له: لقد كنت أراك في منامي وكنت أقول لك الشعر. ابتسم قائلا: فعلا، ماذا كنت تقولين لي في منامك؟ أنشدت بصوت خافت والدموع تتسلل من عينيها: أحبك وأموت وأحيا بين ذراعيك، كلما لاح علي وجهك من بعيد. أحبك كما يحب المجنون جنونه، وكما يحب الطفل الرضيع ثدي أمه. نلتقي بكم يوم السبت مع الحلقة 8، كما أتمنى أن تدعمونا بالاشتراك والإعجاب وتتركوا لنا آراءكم في التعليقات. أستودعكم الله، وإلى اللقاء.